يقول: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد أداء الدعاء؟ هذا محل خلاف. نعم، هذا محل خلاف. جاءت أحاديث بالمسح على الوجه، وجاءت أحاديث بترك المسح، والأحاديث الواردة بالمسح ضعيفة. فإذا فعله الإنسان لا ينكر عليه، وإذا تركه فهو أحسن. إذا ترك المسح فهو أحسن، وإذا فعله لم ينكر عليه نظرا لما ورد فيه من الأحاديث التي قالوا إنها وإن كانت ضعيفة يعضد بعضها بعضا، تدل على الاستحباب. نعم.